بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، اينما كنتم اسعد الله صباحكم. هذا بكل خير، احييكم بتحيه الاسلام الخالده فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. احييكم من ميدان الهباب لسباق الهجن، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق هذا الصباح الذي خصص لفئة اللقاية، والذي يأتي بالتوجيهات السامية من المقام السامي من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل مكروه، والمتابعة وتحت الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء. المراكز ير نتأخر وناخذ المركز السابع، فهنا الوصول من قبل الشاهنية سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن خفية، من يقدم هذا الشعار وصلة الشايبة رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير إلى المركز الثامن حمد بن سليم تاسعا يتراجع في هذه اللحظة مع نصيبة، والمركز العاشر بن صوغان محمد بن خميس بن هندي المهيري. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنتم تتابعون هذا الحدث، ولكن نحن إلنا عودة، نحن إلنا عودة مع التحدي، إلنا عودة مع التحدي، والمقدمة شاهينية، المقدمة سلالة شاهينية وشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نعم علي بن راشد بن غدير، من يقدم الشاهينية في هذه الجولة بن معدن واصل، بن معدن واصل مع الشاهينية عبد الله بن راشد بن معدن على ثاني المراكز، والعصي قوس ابدا ما في اوامر، رشيد واصلنا مع الشايبه، رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير مع الشايبه، السرية 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 يا علي بن مهير، ماذا تنتظر؟ اهجم اهجم اذا عندك البدايل، اذا عندك خطه اطرح البدايل، لان الشوط بدينا بالعدد التنازلي، الوصول من قبل الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وعتيج بن علي بن خفية. يلا هنقول طلعوا العصية يا جماعة، طلعوا العصية يا جماعة، الستمية متر الأخيرة يا بو، يت 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 السرية، يت السرية اللي تكلمت عنها، روح يا بن مهي روح، يا سلام، راحت عن الشوط، راحت عن الشوط، راحت، روح روح يا علي يا بن مهير، السرية إلى الأمام، ولكن رشيد مع الشايبة، رشيد مع الشايبة، وابن معدن مع الشاهينية، عبد الله بن راشد بن معدن، ياهو شوط، ياهو شوط، بدت المعركة الحقيقية، ابن معدن، ابن معدن، ولكن السرية، السرية ما زالت صامدة، والشايبة تحاول، السرية إلى الأمام، ابن معدن، ابن معدن، ابن معدن، السلام، سلام يا المداب، سلام، سلام يا راعي الشايبة، سلام، سلام يا راعي الشاهينية، انهني، انهني عبد الله بن راشد بن معدن على فوز الشاهينية بالمركز الأول، المركز الثاني السرية، العلي بن مهير الثالث، رشيد بن غدير الرابع، الشاهينية سمو الشيخ حمدان بن محمد، والمركز الخامس محمد بن سالم بن سليم، والسادس سمو الشيخ محمد بن مكتوم راهد المكتوم. وهذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. المراكز الأولى استطاعت الشاهينية